أهلا وسهلا ومرحبا فيكم بهالحلقة الجديدة بظل هالطقس البارد. عزيزي المشاهد، هات كاستك الشاي وتفضل لحتى نشوف شو بدنا نحكي بهالحلقة الجديدة. فاصل ومنبدأ حلقتنا. بما أنه هلا الأولاد عم يروحوا على المدرسة وعم يداموا بهالبردات، فمن المفروض أنه كل ماما تبلش تفكر شو بده يأكل هالمدلل بهالدوام الطويل بالمدرسة. فمشان هيك رح نروح نشوف هالفيديو كرمال نعرف شو هي أفضل طريقة حتى هالحلوين ياكلوا بالمدرسة. ماما ما بدي لانش بوكس للمدرسة، اعطيني مساري اشتري من الكافيتيريا. انا رح اعمل لك اطيب لانش بوكس، رح احط لك باستا بلانش بوكس واشياء كتير طيبة. بس اللي بيجيب اكل هالمدرسة بيقولوا عنه نرد. بالعكس، لما يشوفوا اللانش بوكس اللي عملت لك اياه رح كلهم يعملوا مثلك. رح احط لك كل شيء بتحبي، حطيت لك الباستا اللي بتحبيها وسلطة البروكلي اللي بتحبيها وكل الفواكه اللي بتحبيها. كاتري ستروبري. حاضر، بتعرفش رح احط لك كمان اكثر شيء بتحبيه، ميني بانكيك. على ما يبدو انه الشيء اللي شفناه بيناسب المعيشة على المريخ اكثر ما بيناسب المعيشة عنا هون وبهذا الحيز الجغرافي. هلا هو فعليا بيناسب المعيشة عند البعض ممن استطاعوا مقاومة الظروف المعيشية بالبلد بطريقة ما وصمدوا وقدروا يحافظوا على الرفاهية. هلا على ما اذكر انه نحن ومن زمان كان كيس النايلون الشفاف هو الراعي الرسمي لسندويشات الشوكولا وسندويشات الزعتر واللبنة، بالاضافة للموزة اللي بقى بتنزل مرافقة مع السندويش او خيارة ممكن تكون. يعني كانت الحالة المادية بهداك الوقت بتسمح انه اهالينا يبعثوا معنا سندويشات مدسمة عن مدرسة، ولكن اللي كتير من الأشخاص ما بيعرفوا إنه هي السندويشة اليومية للولد بهذا الوقت إذا راحت معه على المدرسة فهي فعلاً عبء. فهل تعلم يا عزيزي إنه في ناس ما عاد قدرتهم يعطوا الولد سندويشة على مدرسته لأنه الحالة المادية ما عادت تسمح؟ فمتخيلين أي طفولة عم يعيشوها هدول الأطفال، يعني اللي نحن عم نشوفهم يومياً رايحين على المدارس. الموزة اللي كنا بقى نحن ناخدها بالزمانات على المدرسة صارت أشبه بالحلم لكتير أولاد، ما في حدا دريان فيهم ولا حدا بيعرف انه هن عم يشتهوا الموز يوميا بمدارسهم واحيانا ببيوتهم. كنا قبل نتنعم بالصوبيات بالمدرسة، اما اليوم ففي توجيهات صدرت نهار الخميس الماضي بتخص انه الكوادر التعليمية يستعملوا شوي سياسة الترشيد لاستهلاك المازوت بالمدارس، لحتى بقى هذا شو المازوت يكفي لاخر الشتوية، واللي هو اكيد ما رح يصير. طبعا يعني هو بالبيت ما عم يكفي ليكفي بالمدرسة، شوي صعبة. خلونا نحكي بمنطق، كيف هذا الطفل بده يعجب بفكرة المدرسة هو عم يسمع بتقنين مازوت رح يزوده بشعور البرد على العكس تماما يعني ما هو مطلوب من المازوت؟ وكيف رح يحب الوقت اللي عم يمضيه هناك وهو عم يشتهي سندويشة تكون معه؟ واساسا يعني اذا بدنا نحكي اليوم بالمنطق انه في بعض العائلات عم يعطوا الولد 500 ليرة وال500 ليرة ما عم تكفي حق بسكوتين. في شغلة خطرت لي على سيرة انه الولد كيف بده يحب الروحة عن مدرسة وهذا الموضوع. بزمانات ماليزيا نجحت وازدهرت وهي بأسوأ الظروف بشكل خيالي. بتخيل انه بتعرفوا كيف، ولكن للتذكير مشان اذا حدا من المعنيين عن سعادة هذا الشعب ورفاهيته سمعنا يعرف شو صار بماليزيا. يا سيادنا، بماليزيا بس بدعم التعليم وتقويته بكل الطرق نفسيا وماديا، حتى المدرس اللي عم يروح على مدرسته عم يروح وهو مبسوط ومرتاح وما في براسه هم الاولاد والمازوت، قدروا يعملوا بلد. لما انبنوا أطفال بماليزيا بشكل صحيح تفاجأوا أنه البلد هبت هبة ماكنة، صناعة، تطور سيارات، ناطحات سحاب. فكيف لو ما كانوا عاملين هذا الشيء؟ يمكن كانوا بقيوا على صناعة العلكة وتصدير ورق الأصدير تبع الأرجيل. اليوم جد وبدون مزح، يعني ما أنه نحن مو الغاية من هذا البرنامج أنه نمزح ونقفل، أهم شيء لازم يكون محط اهتمام العالم اللي مسؤولين عنه هون بالبلد هن الأطفال، لأنه لما نفسيتهم تنبنى من هذا العمر على التقنين والقلة، فمن البديهي أنه الجيل الجديد اللي نحن عم نعول عليه ومنراهن عليه رح يكبر هو تعبان، يعني مترهل. هلا بعيد الشر عن هذا الشيء، يعني ما بنتمنى هذا الشيء، ولكن هاي المعطيات بتعطيك هالنتائج. فيا ريت أنه ننتبه لهم لهدول شوي، يا ريت يعني. على أمل أني لقيكم بكرة وأنتم مرتاحين مادياً ونفسياً ومعنوياً. بدي أتمنى لكم 24 ساعة مليانة بالحب والسعادة. عزيزي وعزيزتي المشاهدة، باي باي.